مرحبا بتلاميذي الاعزاء في درس جديد ضمن سلسله الدروس التعلم عن بعد. هذا الدرس خاص بتلاميذ السنه الاولى اعدادي ماده الاجتماعيات مكون التاريخ. اذا بعد ما راينا مجموعه من الدروس في بدايه العصر الوسيط في العالم الاسلامي، الان سننتقل الى اوروبا خلال نفس العصر. بالتالي درسنا هو النظام الفيدرالي لاوروبا في العصر الوسيط، وهو الدرس 11 لما دروس هذه السنة مكون التاريخ. إذن في هذا الدرس سنتحدث عن أربع أهداف أساسية. الأول تعرف على أوضاع الإمبراطورية الرومانية قبل انهيارها. الهدف الثاني فهو اكتشاف مفهوم النظام الفيدالي واكتشاف عوامل ظهوره. الهدف الثالث تعرف على بنية المجتمع الأوروبي خلال العصر الوسيط، وأخيرا اكتشاف طبيعة العلاقة بين مكونات المجتمع الفيدالي. إذن كمقدمة نقول تعرضت الإمبراطورية الرومانية لهجمات خارجية أدت إلى قيام النظام الفيدالي. إذن الأهداف السابقة التي صرحنا بها سنحاول تحويلها إلى إشكاليات، فنقول ما مفهوم النظام الفيودالي وما عوامل ظهوره، وكيف كانت العلاقات بين فئات هذا المجتمع أي المجتمع الفيودالي أو المجتمع الأوروبي خلال العصر الوسيط. من أول محور هو النظام الفيودالي، عوامل ظهور النظام الفيودالي. قبل أن نتعرف على عوامل ظهور النظام الفيودالي لابد أن نتعرف على الإمبراطورية الرومانية. إذا لدينا وثيقة هي خارطة عن الإمبراطورية الرومانية كما سبق الإشارة في جميع دروس هذه السنة في مادة التاريخ ومفهوم التاريخ. رأينا في إشارة عابرة الإمبراطورية الرومانية. لتذكير فقط، درس بلاد رافدين قلنا أن الإمبراطورية الرومانية احتلت بلاد رافدين. درس بلاد مصر القديمة قلنا أن الإمبراطورية الرومانية احتلت مصر. درس المغرب القديم الفينيقيون والقرطاجيون قلنا ان الامبراطوريه الرومانيه احتلت فينيقيا واحتلت قرطاجا واحتلت المغرب. في الدوله الاسلاميه تحدثنا عن احتلال روماني لهذه المنطقه، منطقه غرب اسيا. اذا فما هي الامبراطوريه الرومانيه؟ الامبراطوريه الرومانيه هي من اشهر واكبر الامبراطوريات في التاريخ، خصوصا في العصر القديم ديال العصر الوسيط. كما تلاحظون الامبراطوريه الرومانيه احتلت جميع مناطق حوض البحر الابيض المتوسط، جميع شعوب وجميع حضارات البحر المتوسط، والتي هي موضوع دروس السنه الاولى اعدادي. المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، بلاد الشام وفلسطين، تركيا، اليونان، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، جميع هذه الدول احتلتها الإمبراطورية الرومانية. هذه الإمبراطورية انقسمت سنة 395 للميلاد إلى قسمين، إمبراطورية رومانية شرقية عاصمتها القسطنطينية هي إسطنبول حاليا، وإمبراطورية رومانية غربية عاصمتها روما. للتمييز بينهما تم تسمية الإمبراطورية الرومانية الشرقية باسم الإمبراطورية البيزنطية. التمييز بينها وبين الإمبراطورية الرومانية الغربية. الذي يهمنا في هذا الدرس هو الإمبراطورية الرومانية الغربية. ماذا وقع لها خلال القرن الخامس الميلادي؟ إذا لدينا وثيقة ثانية هي خريطة لاتجاه غارات مجموعة من الشعوب المتبربة. نبدأ مع تعريف الشعوب المتبربة. الشعوب المتبربرة هي جميع الشعوب التي لم تستطع الإمبراطورية الرومانية أن تدمجها داخل الحضارة الرومانية، وبالتالي كل شعب يقاوم النفوذ الروماني فهو حسب التعريف الروماني فهو شعب متبربر. الذي يهمنا في هذه الخريطة هم الشعوب الأوروبية. لدينا مجموعة من الأمثلة، نأخذ فقط أمثلة بسيطة لكي لا نكثر على التلاميذ. نأخذ مثلا قبائل أو شعوب القوط والشرقيين والمغاربيين،
ناخذ مثلا الالمان او الجرمان، ناخذ كذلك الويندان. هذه الشعوب دخلت في صراع او شنت غارات على الامبراطوريه الرومانيه خلال القرن الخامس الميلادي. هذه الغارات ستؤدي الى نتائج على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وهي التي سنرى في المحور الموالي. إذن الأوضاع الاجتماعية السياسية بأوروبا خلال القرن الخامس الميلادي. سنبدأ بالأوضاع الاجتماعية. لدينا وثيقة تقول: اشتدت غارات الشعوب المتبربرة على الإمبراطورية الرومانية، وانتشر وباء الطاعون أيضا، ونهبت مخازن الغلاف من طرف الجنود، وأصبحت المجاعة أشد قسوة، جعلت الناس يأكلون لحم غيرهم من البشر، وتغذت النساء من أجساد أبنائهن. أما الحيوانات التي اعتادت تناول الجثث فإنها أصبحت الآن تهاجم الأحياء. نص لمؤرخ إسباني أورد لوسيان بريني كتاب تاريخ ألف مولان 1977 صفحة 174. إذن خلال تحليل هذه الوثيقة قلنا أن الوثيقة هي عبارة عن نص تاريخي صاحب المؤرخ الإسباني. هذه الوثيقة تحدث عن ما رأيناه سابقا، غارات مجموعة من الشعوب على الإمبراطورية الرومانية. هذه الغارات أدت إلى ماذا؟ إلى انتشار الطاعون. وماذا آخر؟ أدت إلى النهب والسلب، أي السرقة. ثم أدت في الأخير إلى المجاعة. كل هذه أوضاع اجتماعية عاشتها أوروبا خلال القرن الخامس الميلادي. عاشت طاعونا، تعددت السرقات، وعاشت مجاعة. الآن سننتقل إلى الأوضاع السياسية الإمبراطورية الرومانية. وثيقة أدعم تعلمي: منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية دفع ضعف السلطة الملكية وانعدام الأمن العديد من الأوروبيين إلى البحث عن حماية الأقوياء من جيرانهم القادرين على ضمان معيشتهم وأمنهم. فعرف هذا العصر بالعصر الفيودالي. ده من خلال الوثيقة. كما قلنا سابقا هناك هجمات مجموعة من الشعوب التي تصفها يصفها الرومان بشعوب متبربرة. هذه الهجمات أدت إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية، انهيار الإمبراطورية الرومانية سنة 476 ميلادية التي قلنا أن عاصمتها هي روما. هذا الانهيار سيؤدي إلى ماذا؟ إلى غياب الأمن كما رأينا سابقا على المستوى الاجتماعي. هذا غياب الأمن سيجعل الناس يبحثون عن الحماية. أين سيجد الحماية؟ من جيرانهم. جيرانهم خصوصا الأقوياء القادرون على ماذا؟ القادرون على ضمان معيشتهم وأمنهم. أي أن كل شخص يستطيع أن يمنح هؤلاء السكان المعيشة والأمن فإنهم سيذهبون إليه لكي يطلبوا منه الحماية. إذا من خلال هذه الأسباب سنحاول استخلاص مفهوم النظام الفيودالي. هذا النظام الفيودالي هل هو اقتصادي أم سياسي أم اجتماعي؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. هل هو سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي؟ إذن الجواب هو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، يعني يشمل المجال الثلاث، المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أما مكانه، يعني أين ظهر هذا النظام؟ في أي قارة أو في أي منطقة؟ بطبع الحال هذا النظام ظهر في أوروبا. في أوروبا خلال أي عصر؟ خلال العصر الوسيط من سنة 476 ميلادية اللي هو تاريخ انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى سنة 1453 ميلادية تاريخ انهيار الإمبراطورية الرومانية الشرقية لعاصمتها قسطنطينية. هذا النظام ما هي خصائصه؟ لماذا يتميز هذا النظام؟ يتميز بمجموعة من الأشياء، وهي غياب مفهوم الدولة. إذن بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية أصبح مفهوم الدولة غائباً، وأصبح مفهوم الدولة منعدماً. مجتمع عرف السيادة تراتبية طبقية، يعني المجتمع طبقي أو تراتبي كما سنرى في المحور المقبل. ثم أدى هذا النظام إلى تخلف في أوروبا. هذا التخلف دام أزيد من 1000 سنة.
إذن سنحاول أن نقوم بتركيب لمفهوم النظام الفيدالي. إذن النظام الفيدالي هو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ظهر في أوروبا خلال العصر الوسيط، تميز بغياب مفهوم الدولة بسيادة تراتبية اجتماعية، وتسبب كذلك في تخلف أوروبا لمدة 1000 سنة. إذن كأسئلة للتقويم الرحلي، أول سؤال: عرف النظام الفيودالي. ثاني سؤال: بين عوامل ظهور هذا النظام. بالنسبة لتعريف النظام الفيودالي، كما قلنا سابقا، النظام الفيودالي هو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ظهر في أوروبا خلال العصر الوسيط من سنة 476 ميلادية إلى 1453 ميلادية، تميز بتراتبية اجتماعية، غياب مفهوم الدولة، وتميز كذلك بأوساعه ما أدى إلى تخلف أوروبا لمدة 1000 سنة. عوامل ظهور هذا النظام، ما هي عوامل ظهور هذا النظام؟ إذا قلنا سابقا بأنه ضعف الإمبراطورية الرومانية شجع الشعوب الأوروبية خارجة عن سيطرتها إلى مهاجمة الإمبراطورية. هذه المهاجمة ستؤدي إلى أوضاع اجتماعية خطيرة، مجاعة، أوبئة ومشاكل أخرى، ثم سيؤدي فيما بعد إلى ضعف وإنهيار الدولة وغياب الأمن. لذلك فإن الناس ستبحث عن الحماية من طرف من؟ من طرف الأقوياء. إذن بعدما رأينا أو بعدما تعرفنا في الدور الأول على مفهوم النظام الفيودالي وعلى عوامل ظهوره، سننتقل الآن إلى الفئات الاجتماعية أو بنية المجتمع الأوروبي خلال العصر الوسيط، بمعنى آخر البنيات الاجتماعية التي أفرزها هذا النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب. إذن لدينا وثيقة عبارة عن خطاط هرمية للمجتمع الفيودالي. إذن أنتج النظام الفيودالي مجتمعا طبقيا يتكون مجموعة من طبقات، على رأس الهرم هذا المجتمع هناك الأسياد. الأسياد به عدة فئات: الدوقات والقنطات والبارونات. الدوق قنط البارون، كل واحدة لها ترتيبها في المجتمع. الدوقات أعلى مرتبة من القنط، والقنط أعلى مرتبة من البارون، يلي الفرسان، ثم الفلاح والأحرار، وأخيرا الأقنان. الأسياد ما دورهم؟ لهم عدة امتيازات خصوصا مادية، هذه الامتيازات يتقاسمون جزء منها مع الملوك. الفرسان دورهم أولا هو الحماية، حماية الأسياد، حماية الأقنان في أول من الأسياد، ثم دورهم هو تحصيل الضرائب من الفلاحين ومن الأقنان. الذي يهمنا هو الأقنان. من هم الأقنان؟ الأقنان هم فئة اجتماعية ظهرت في العصر الوسيط في أوروبا، مرتبطة بالأرض التي يقطع لهم الأسياد، يحرجونها مقابل أداء الضرائب، مقابل السخرة. السخرة بمعنى أنهم يشتغلون في قصر السيد دون مقابل، ويشتغلون كذلك في مزارع وحقول السيد دون مقابل، وكذلك يؤدون الضرائب. إذن وثيقة والدة سنقوم بمقارنة وبالتعليق على العلاقة بين الملك والسيد أو بين الملوك والأسياد. الملوك، هذه صورة لحال الملوك، تقدم إقطاعا للأسياد، إقطاع يعني قطعة أرضية صالحة للزراعة. الملك يتنازل للسيد عن إجبال الضرائب في منطقة نفوذه، وكذلك يتنازل له عن رسوم القضائية، الضرائب المفروضة عن الدعاوي القضائية. ثم
يعطيه حق الإشراف على القضاء في منطقة نفوذه، في حين السيد يلتزم تجاه الملك بماذا؟ أولا هو يعتبر نفسه خادما للملك، يعني رهن إشراف الملك في كل ما يحتاجه. ثانيا يناصره ويدعمه وقت الحرب. المناصرة والدعم بالضرورة ستكون ماديا أو بالسلاح أو بالمأمونة، يعني بالأموال أو بسلاح أو بالمأمونة الغذائية أو حتى بالجنود. ثم يقدم للملك هدايا في مناسبات معينة. عندما نقول مناسبة معينة نقصد بها الأعياد أو الحفلات. ثم يقدم تعويضات نقدية وعينية للملك. عندما نقول نقدية بمعنى مالية، عينية ممكن أن تكون عبارة عن حبوب، عبارة عن تمر أو إلى آخره. ثم سننتقل الآن إلى هذه صورة للأسياد. قلنا الأسياد هم الذين لهم عدة امتيازات. هذه الامتيازات كما قلنا سابقا يقتسمونها مع الملوك، وفي لهم تراتبية معينة كما قلنا هناك دوق وهناك بارون وهناك كونت. ثم لدينا الفرسان. الفرسان كما قلنا سابقا هي طبقة اجتماعية قريبة من الأسياد. في بداية العصر الوسيط كانت مستقلة عن الأسياد، ولكن بعد ذلك أصبحت أكثر التصاقا بالأسياد. هذه الطبقة ما هو دورها؟ دورها أولا الحماية، حماية الأسياد وحماية حتى الأقنان مشاركة الحروب. ثم هي أداة أو وسيلة لجمع الضرائب، بالتالي فإن الملك أو الأسياد يستغلونه في ماذا؟ يستغلوا الملك يستغل الفرسان، أو عفوا الأسياد يستغل الفرسان من أجل جمع الضرائب بالقوة أو بغير القوة من الفلاحين الأحرار ومن الأقنان. ثم لدينا آخر فئة من فئات المجتمع الفيودالي، وهي الفئة التي تعرضت لظلم كبير ولحفي كبير ولتهميش كبير خلال العصر الوسيط، وهي فئة الأقنان. هذه الفئة ليست بالعبيد، قلنا ليست بالعبيد، ليسوا بعبيد ولكن ليسوا بأحرار. هم في مرتبة وسطى بين الإنسان العبد وبين الإنسان الحر. لماذا؟ لأنهم مرتبطون بالأرض، أرض السيد التي يزرعها، وكذلك فهم أحرار لأنهم يشتغلون، لأنهم يؤدون الضرائب، يؤدون الضرائب للأسياد، يشتغلون في قصر السيد رجال أو نساء، يشتغلون في خدمات يخدمون السيد داخل القصر، وكذلك يخدمون السيد في الحقول، في إنتاج الزراعي، في جني الثمار، في معصرة السيد، وفي جميع ما توفر عليه السيد. عندما نقول السخرة فإنها تكون لمدة معينة خلال الأسبوع. مثلا يشتغل هذا القيم في لمدة 3 أيام أو 4 أيام داخل حقول السيد أو داخل قصر السيد، ثم ينتقل بعد ذلك لكي يشتغل في الإقطاع الذي ينحب إليه السيد مقابل أداء مجموعة الضرائب. كما قلنا الضرائب عن القضاء، ضريبة الزواج، هناك مجموعة الضرائب الأخرى. إذن كخلاصة لهذا المحور، تعرفنا على بنية المجتمع الفيودالي. قلنا أنها تتكون من تراتب اجتماعية، أسياد، فرسان، ثم آخر طبقة اجتماعية نجد الأقنان. ثم تعرفنا عن طبيعة العلاقة بين السيد والملك من جهة، ثم بين باقي الطبقات الاجتماعية الأخرى، الفرسان مع السيد، ثم الفرسان مع الأقنان، والأقنان مع السيد. إذن كتقويم إجمالي، عرف النظام
أيضاً الفيودالية. بين أسباب ظهوره. حدد طبقات المجتمع الأوروبي خلال العصر الوسيط. وأخيراً أبرز وظيفة الأسيادي والأقناع. ممكن يكون كسؤال أخير سؤال تركيبي اللي هو قيام بإنتاج موضوع مقالي حول النظام الفيودالي. سنضع فيه مثلا تعريفا للنظام الفيودالي، عوامل ظهوره، ثم طبقات المجتمع الفيودالي. إذن هكذا نكون قد انتهينا الدرس. ننتقل إلى الخاتمة. عاشت أوروبا خلال العصر الوسيط في ظل النظام الفيودالي الذي شهد عدة حروب بين العالم الأوروبي المسيحي والعالم الإسلامي. هذه الحروب عرفت باسم الحروب الصليبية. هذا هو عنوان الدرس المقبل إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله مع درس جديد وحلقة جديدة.